وزير الخارجية الروسي يقول إن موسكو وأنقرة اتفقتا على فرز فصائل المعارضة على أساس قبولها الحوار مع النظام. مهلة وشروط تركية مقابل تراجع أنقرة عن عملياتها ضد قسد، ووفد روسي يجتمع بقادة من قسد لتجنيب المنطقة التصعيد. كان يقدم خدماته لنحو 600 ألف نسمة. بنك الدم الوحيد في الدان شمالي أدلب يعلن إغلاق أبوابه نتيجة وقف الدعم. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو وأنقرة اتفقتا على فرز فصائل المعارضة المسلحة على أساس قبولها الحوار مع النظام، فيما لم يحصل أي حديث تركي عن ذلك. التقرير والتفاصيل. حوار المعارضة السورية مع النظام، لكن ليس على طاولة جنيف أو تحت قبة أستانا، بل هو حوار جديد تتحدث عنه روسيا، مشيرة أنه سيجري بالتنسيق مع تركيا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال مؤخراً إن موسكو وأنقرة اتفقتا على فرز فصائل المعارضة المسلحة على أساس قبوله الحوار مع النظام أم لا. تصريحات موسكو بشأن المعارضة لم تؤكدها تركيا، فالحديث التركي يقتصر حتى اللحظة عن إمكانية لقاء أنقرة مع النظام لا لقاء المعارضة. قبل أشهر قليلة وعند حديث وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو عن مصالحة المعارضة مع النظام، رفضت المعارضة ذلك حينها، وأكد الشارع رفضه بمظاهرات عامة الشمال السوري، ليخرج الوزير مؤكدا أنه تحدث عن ضرورة تسوية الوضع السياسي، نافيا استخدامه لمصطلح المصالحة. بين الحوار والمصالحة والتسوية السياسية تختلف قراءة الأطراف المعنية لعلاقة يرى كل منهم في واحدة منها أنها الكفيلة في تحسين الواقع في المنطقة، بينما ترى المعارضة أن التحسن لن يتحقق إلا بزوال النظام، وهي رؤية قد تثقل كاهلها أكثر من ذي قبل، لا سيما إن لم توافقها تركيا الرؤية. ينضم إلينا السيد وائل علوان، باحث في مركز جسور للدراسات من اسطنبول. مرحبا بك معنا سيد وائل. إلى أي حد يمكن اعتبار التصريحات نوعا من التراجع في الموقف الروسي تجاه تصنيف فصائل المعارضة؟ تحياتي لكم. في الحقيقة أنا أنظر إلى التصريحات الروسية على أنها تسييس لموضوع ربما هو ليس بجديد، من أجل أيضا الاستمرار في سياسة روسيا لتعويم الأسد وفرضه كحل من مستقبل سوريا. بمعنى منذ عام 2015 أطراف المعارضة السورية كاملة السياسية والعسكرية وغيرها كانت منخرطة في العملية السياسية وكانت موافقة على الانخراط في عملية المفاوضات. الآن تسميها مفاوضات، تسميها مباحثات، تسميها نقاش، تسميها حوار، سميها ما شئت. في النهاية هناك عملية سياسية، العملية السياسية طرفاها المعارضة والنظام. اليوم موضوع الشعارات لا حوار مع النظام، لا مفاوضات مع النظام، إسقاط النظام، كل هذه حوارات ثورية، نقاشات ثورية، شعارات ثورية، لكن الحقيقة أن المعارضة بشقيها العسكري والسياسي، المعارضة الرسمية موافقة على مسار سياسي جزء منه النظام. عندما نقول هيئة حكم يعني روسيا تريد، سيد وائل، روسيا تريد استثناء فصائل من هذه المفاوضات؟ سيدي ليست روسيا ولا روسيا تستطيع أن تفرض معارضة دون معارضة إلا أن تكون هناك توافقات إقليمية ودولية. الفصائل ما هو موقفها من المسار السياسي؟ دعنا نعود أيضا إلى عام 2016 عندما انخرطت الفصائل بشكل كامل في وفود المفاوضات إلى جنيف، ثم بعد ذلك في مباحثات أستر. بمعنى أن الفصائل موافقة على المسار السياسي. هل كل الفصائل؟ لا، هناك مجموعات مثل هيئة تحرير الشام، مثل مجموعات شعبية أخرى في إدلب غير منخرطة ولم تبدو موقفا موافقا على المسارات السياسية الدولية.
في المقابل طبعا لا ينفعها أن تبدي ربما هذه المجموعات خاصة مصنفة من قوانين الإرهاب موقفا إيجابيا من العملية السياسية، ذلك لن يؤخر أو يقدم في تصنيفها الذي ستتمسك به روسيا حتى النهاية. لكن باقي الفصل الجيش الوطني بكاملها هي ضمن صفوف الائتلاف أولا بالتمثيل، هي ضمن وفود جنيف وضمن وفود أثنا، هي مخارطة بالعملية السياسية، هي أظهرت مواقف صريحة. الموقف التركي السيد وائل، لو جئنا إلى الموقف التركي وهو الذي يبدو غير واضحا حتى اللحظة، لا يوجد تصريحات رسمية، ما هو الموقف المتوقع من أنقرة حيال ذلك؟ موقف تركيا واضح، موقف تركيا أنها تريد حلول في القضية السورية، موضوع اللاجئين، موضوع الأمن القومي، هي تريد حلول. هذه الحلول إن لم يتم التوافق عليها بالإطار العام الدولي اللي نحن نقوله بمسار جنيف، ورأينا أن سنوات العملية عملية اللجنة الدستورية وقبل مفاوضات ماراثونية لم ينعكس من أي شيء على الأرض. لذلك ذهبت تركيا أولا إلى مسار أستنا واستطاعت إيقاف القتال، استطاعت وقف إطلاق النار نسبيا في مناطق، استطاعت خفض التصعيد في مناطق أخرى. ربما هذا الطرح هو يعني جزء من الحل، أو كما تحدث وزير الخارجية الروسي. هي صديقي، لن تعمل تركيا إلا لمصالح تركيا في النهاية، هي لديها مصالح، هناك تحديات كبيرة جدا داخلية وخارجية، تجي في أمن القومي جنوبا وداخلية في موضوع اللاجئين السوريين، وبالتالي تبقى رؤية موسكو وليس رؤية تركيا. أشكرك السيد وائل علوان، باحث في مركز جسور لدراسات، حدثتنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون أمس الثلاثاء إلى العاصمة دمشق بهدف إحياء اللجنة الدستورية والتحضير لعقد جولة جديدة. وبحسب وسائل إعلام رسمية، فإن بيدرسون التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة نظام فيصل المقداد وناقش مسار اللجنة الدستورية وجنيف. هذا وكان قد طالب بيدرسون خلال لقاء صحفي سابق التزام جميع الأطراف بالتهدئة، كما شدد على أن سوريا تشهد الآن تصعيدا مخيفا، وعلى الجميع الالتزام بالتهدئة وضبط النفس والتركيز على العملية السياسية وتنفيذ القرار 2254 المتعلق بمسار الحل السياسي. قدمت أنقرة شروطا ومهلة جديدة مقابل التراجع عن عملياتها البرية المحتملة شمال سوريا، في حين تستمر موسكو بدور الوسيط بين قسد والنظام لقطع الطريق أمام الهجوم التركي. المزيد في هذا التقرير. عقب هدوء نسبي لحوالي أسبوع، عادت أنقرة بشروط ومهلة جديدة قدمتها لواشنطن مقابل التراجع عن عمليتها العسكرية البرية شمالي سوريا، في وقت تستمر موسكو بلعب دور الوسيط بين قسد ونظام الأسد لإيقاف الهجوم التركي الذي توعدت به أنقرة في حال لم تتحقق شروطها. مصدر تركي رسمي كشف لقناة الجزيرة أن تركيا أعطت مهلة محددة لواشنطن وروسيا لإخراج قسد من منبج وعين العرب وتل رفعت شمال سوريا، وأكدت على أن المهلة غير قابلة للتمديد وستكون العملية العسكرية هي البديل، كما اشترطت إنهاء سيطرة قسد على المنشآت النفطية قبل النظر في شروط واشنطن التي اقترحت إعادة هيكلة قسد ومنح دور أكبر للمكون العربي في إدارة المناطق الثلاث شمال سوريا. كما طلبت واشنطن من أنقرة التعاون لتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، مشيرة إلى استعدادها البدء بتنفيذ مقترحاتها مطلع الشهر القادم حال وافقت أنقرة. وبالمقابل وضعت روسيا شروطا أيضا تتعلق بملف أوكرانيا مقابل تنازلات ميدانية وسياسية في سوريا، وعرضت رفع الغطاء عن منطقة الشهباء في ريف حلب وعين العرب لتسهيل دخول القوات التركية إليهما بحسب الجزيرة. وعلى الرغم من رفض قسد العرض الروسي سابقا، جدد الوفد الروسي لقاءه مع مسؤولين من قسد في مطار القامشلي ليعرض عليهم الانسحاب من الشريط الحدودي مع تركيا مسافة 30 كيلومترا وتسليمه إلى قوات النظام بحسب صحيفة الوطن الموالية، إلا أن مظلوم عبدي قائد قسد رفض تسليم تلك المناطق للنظام، محذرا من ما أسماها تداعيات مدمرة في حال شنت تركيا عمليتها.
ميدانياً شهدت مدن وقرى في الرقة والحسكة يوم أمس تصعيداً من قبل القوات التركية والجيش الوطني اللذين استهدفا مواقع لقسد في محيطة الأبيض وعين عيسى في ريف الرقة الشمالي، إضافة إلى قرى خربة الشعير وتل اللبن في محيط بلدة تل تمر شمال غربي الحسكة. صرح المبعوث الأمريكي لشؤون شمال شرق سوريا نيكولاس غرينر أن بلاده لم تعطي الضوء الأخضر لأنقرة لشن أي عملية عسكرية شمال سوريا حتى الآن، كما شدد المبعوث معارضة بلاده أي نشاطات تركية في المنطقة تزعزع الاستقرار على حد تعبيره، وأضاف أن أي عملية عسكرية في المنطقة ستنعكس سلبا على جهود مكافحة تنظيم الدولة، مشددا على ضرورة أن يقرر أهالي شمال شرق سوريا مصيرهم بأنفسهم، مشيرا إلى أن الغارات التركية قد تعرض عناصر الجيش الأمريكي للخطر. الفقر وغلاء الأسعار دفعا الكثير من العوائل في دير الزور لبناء منازل من الطين بعد الاستغناء عنها منذ عقود. المزيد في هذا التقرير. يتقدم أسلوب الحياة البدائية البسيطة على حياة الرفاهية والقوة، وأضحى الطين أحد أبرز معالم النفور من مواكبة العيش المتطور والخدمات الحديثة بسبب الفقر. الغلاء وشبه انعدام الدخل لآلاف السكان في دير الزور أجبر الكثير منهم على بناء بيوت من الطين والاستغناء عن الإسمنت والحديد. احنا اخي جينا على بيوتنا لقيناها كلها عدم، نحاول انه تنبني بسمنت، حصرنا احنا سمنت اليوم كيس سميت صار بثلاثين الف، طون الحديد صار بذيش الحسبة، ما عاد نقدر. وهل شوفت عينكم بانين بيوت طين؟ والله عسرانين عن سقف الطين، عسرانين جاعد نقطع لبن واحد نقطع طين تاع عايشين. أنا عندي 45 عائلة، ولدي ولد 45 شخص، ولدي ولد ولدي عسرانين، احنا العيشة خبز ما احنا شبعانين، جاعد نحاول بأي طريقة نحاول بس تنعيش. تمام، مثل ما قال حدا يلحجنا كلام، أما حدا غير أما ما نسمع كلام من حدا. ترتيب الأولويات في الحياة اليومية في ظل الاقتصاد المتدهور وانعدام فرص العمل حصر الكثير من الناس في مسألتين أساسيتين، المسكن والمأكل، وبيوت الطين هذه أمست ملجأ الكثير من العوائل لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف البناء الحديث. طبعا يوجد إقبال من الأهالي، مو بكيفهم غصبا عنهم، لأن ما بمجال، يعني اليوم اسمنت أسعاره فوق ما تتصور، يعني أسعاره غالية، الحديد أسعاره غالية، يعني ما ظلت الناس ما ظلت عندها إمكانيات للعمل بالإسمنت، يعني ما حد عنده اليوم يريد يعمر له غرفة إسمنت تكلفه يمكن 5 ملايين 6 ملايين، إذا يريد يعمر غرفة لبن تكلفه مليون، يعني اليوم تخف عليه 5 أضعاف. يعني بناء بيوت من الطين في بعض مناطق دير الزور برز في حالتين خلال السنوات الماضية، الأولى لأناس دمرت منازلهم بسبب الحرب على تنظيم الدولة، والثانية في التوسع الطبيعي للبناء، لكنه توسع محدود ومشروط بحجم القدرة المادية للشخص. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل معرض فني من إنتاج ذوي الاحتياجات الخاصة في إعزاز بريف حلب. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. بعد أن كان بنك الدم يعمل لخدمة نحو 600 ألف نسمة في مدينة الدانة وريفها في إدلب، أغلق بنك دم الوتين أبوابه بسبب توقف الدعم وعدم قدرته على تغطية النفقات. منذ أيام أعلن بنك الوتين الموجود في مدينة الدانة إغلاقه بسبب عدم وجود جهة تكفل استمراريته وعدم وجود جهة تدعم هذا البنك الوحيد الذي يوجد في مدينة الدانة.
لم يتبقى من هذا البنك سوى هذه اللافتات التي تشير إلى وجود هذا البنك ووجود بنك في هذه المنطقة وفي هذا المبنى. الحقيقة تم يخدم هذا البنك 600,000 نسمة من سكان مدينة الدانة والسكان المجاورين لمدينة الدانة، أي المخيمات، أصحاب المخيمات الذين يسكنون في المخيمات، الذين هجروا من مناطق عديدة ويسكنون في المخيمات المحيطة في مدينة الدانة. هذا البنك يخدم 600,000 نسمة وأكثر من 30 مشفى موجودة في مدينة الدانة، مشافي عامة ومشافي خاصة. نلتقي الآن أحد الأشخاص الإداريين الذين كانوا مسؤولين عن هذا المركز. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيكم. أخي عرفني عن حالك وحكي لي إيش صار بالمركز وإيش سكر. أسامة ليدو، مدير بنك دم الوتين في مدينة الدانة. منذ سنة تقريبا قمنا بافتتاح بنك دم الوتين في مدينة الدانة. طبعا البنك هو مرخص في مديرية صحة إدلب، والذي قام بالافتتاح الدكتور سالم عبدان مدير صحة إدلب. فريق بنك الدم هو فريق طبي لديه شهادات طبية ومزاولات مهنة ولديه خبرة سابقة في العمل في بنك الدم. قمنا بنقل المعدات إلى مركز آخر حطيناها برسم الأمانة، لعل وعسى أنه نستطيع بالأيام المقبلة إن شاء الله أنه يتوفر تعاون ونستطيع العودة للعمل مثل ما كنا ونقدم خدمة لأهلنا في المحرر. يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا لك. كما تشاهدون الآن هذا المركز وهذا البنك، بنك الدم، خالي تماما من الأجهزة التي كانت تخدم الكثير من الأهالي المتواجدون في مدينة الدانة والمتواجدون على أطراف هذه المدينة، أي المخيمات التي يسكنها عدد من المهجرين قصرا، من أهالينا المهجرين قصرا إلى تلك المخيمات التي توجد بالقرب من مدينة الدانة. كما تشاهدون هذا المركز خالي تماما من الأجهزة والمعدات التي كانت توجد به قبل أيام بسبب قلة الدعم وبسبب عدم وجود جهة تكفل استمرارية هذا البنك. الحقيقة مدينة الدانة والمنطقة هنا بحاجة ماسة إلى هذا البنك ولوجود عدد آخر من المراكز التي تدعم الأهالي، التي تدعم الأهالي صحيا. عامر عاصف، مدينة الدانة، حلب اليوم. ينضم إلينا سيد أسامة العيد ومدير بنك دم الوتين من الدانة. مرحبا بك معنا سيد أسامة. من هي الجهة؟ سيد أسامة هل أنت معي؟ هل لاقت مناشداتكم؟ أي رد سيد أسامة؟ يسعد مساك أنت وأستاذ المشاهدون، وشكرا لكم على هذه اللفتة الكريمة والمميزة لتطيب إيقاف بنك دم الوتين في مدينة الدانة. في الحقيقة يعتبر بنك دم الوتين من أهم المراكز وبنوك الدم في شمال غرب سوريا، إذ يخدم ما يقارب 600,000 نسمة بين سكان أصليين ونازحين ومهجرين قصرا وسكان الخيام. أيضا يخدم ما يقارب 30 مشفى عام وخاص و سيد أسامة، لو تحدثنا عن المناشدات، هل وجهتم أي مناشدات؟ طبعا خرجت هذه المناشدة ومناشدات أخرى، لكن هل هناك أي ردود؟ نعم، مديرية صحة إدلب مشكورة قامت بتوجيه العديد من الرسائل إلى المنظمات بإعادة دعم لبنك دم الوتين، لكن للأسف إلى الآن لا يوجد أي استجابة. من هي الجهات التي توجهتم لها بالمناشدة؟ مديرية صحة إدلب مشكورة توجهت باشتمال كلاستر اتحاد المنظمات في تركيا إلى العديد من المنظمات، منظمة سامز، منظمة أوسو، منظمة أوسو فرانس، منظمة سيما، منظمة هاند إن هاند، والعديد من الجمعيات والمنظمات الأخرى. لكن كما تعلمون هناك شح بالموارد في جميع المنظمات في شمال غرب سوريا، وممكن كان هذا أحد الأسباب. إلى الآن لا يوجد أي استجابة. اليوم كيف يدبر من يحتاج إلى أكياس من الدم أمره بعد إغلاق المركز؟ في الحقيقة هذا يعني جدا صعب، أصبح عبء على المشافع، على الأطباء خصوصا. كما تعلمون أن طلبات الدم أغلبها تكون صحية بالإضافة إلى الحالات الباردة، يعني ممكن أن تجيك طلب دم الساعة 2، الساعة 3 بالليل، الساعة 5 الصبح.
للأسف قد يضطر المرافق وسيارات الإسعاف تقطع مسافات بعيدة مثل لإدلب، مثل لكلي، أحيانا لباب الهوى حتى يستطيعوا يأمنوا وحدات الدم، وممكن ما يتلبى هذا الأمر، يكون الموضوع أشكرك. بالليل يكون في قلة. أشكرك السيد أسامة العيد، مدير بنك دمى الوتين، حدثتنا من الدانة. أصدرت القاضية اللبنانية نجاة أبو شجرة قرارا يدير ضباطا يدين ضباطا في جهاز الأمن العام اللبناني في قضية مقتل اللاجئ السوري بشار عبد السعود تحت التعذيب خلال التحقيق معه في نهاية شهر آب الماضي. وكانت النيابة العامة العسكرية قد أوقفت 5 ضباط وعناصر في أمن الدولة مطلع أيلول الماضي إثر وفاة الموقوف، وأحالتهم إلى قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شجرة التي وجهت تهمة التعذيب إلى عناصر أمن الدولة 5 بموجب قانون مناهضة التعذيب رقم 65 الصادر عام 2017، فيما نشر القرار في 4 من شهر كانون الأول الجاري. بهدف يهدف مركز الصبح الذي افتتح في مدينة إعزاز إلى زيادة الوعي الثقافي لفئة الشباب في الشمال المحرر لتوظيف الثقافة والفنون لخدمة قضايا المجتمع. المزيد في هذا التقرير. مكتبة تضم مئات الكتب، وصالة واسعة للأمسيات الشعرية والتدريبات، وعدة قاعات مجهزة بشاشات ومعدات للاجتماعات والندوات. مركز صبح الثقافي افتتح بمدينة إعزاز في محاولة لرفع السوية الثقافية لدى جمهور الشباب. رح نشتغل إن شاء الله ضمن المركز على أهداف فريق صبح اللي بتتضمن توظيف الفن والأدب لخدمة قضايا المجتمع بإذن الله، وأيضا كمان تنمية وبناء مواهب الشباب من خلال عدد من التدريبات اللي رح يتم تقديمها، مثل تدريبات كتابة السيناريو وعروض الشعر وفن الإلقاء وإعداد ممثل مسرحي بإذن الله. ومرحب فيكم جميعا، أهلا وسهلا إنت ما حبيت، ومركز فريق صبح إن شاء الله مفتوح للجميع. المركز يهدف أيضا إلى توظيف الثقافة والأدب والفن بخدمة قضايا المجتمع واكتشاف مواهب من جيل الشباب وزيادة خبرات العاملين في المجال الثقافي واحتضان المثقفين من شعراء وأدباء وفنانين. طبعا الفريق له العديد من الأنشطة الثقافية، من مسرح، من أمسيات شعرية وجلسات أدبية. طبعا جئنا اليوم لمشاهدة المركز للتعرف عليه، ما شاء الله يعني عمل رائع وتنظيم جميل جدا للمركز، بيوجد مكتبة وصالة للأمسيات والجلسات الشعرية، ونبارك لهم هذا المركز وأتمنى لهم التوفيق في قادم المناسبات وأن يكون هناك مشاركات وفعاليات واسعة على مستوى المحرر إن شاء الله. ويشهد الشمال السوري حركة ثقافية على مستوى المراكز والمؤسسات تعمل على دعم القضايا التي يطالب بها أهالي المنطقة، الأهالي الذين حضر جزء كبير منهم لزيارة المركز، إلى جانب شخصيات ثقافية وأدباء وسياسيين وطلبة. لإبراز كفاءاتهم وأحقيتهم في الحصول على فرص متساوية مع بقية المجتمع، لوحات فنية وأشغال يدوية متنوعة من إنتاج أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة عرضت في معرض في مدينة إعزاز شمالي حلب. همم عالية وإصرار على إبراز كفاءة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ظهرت في معرض للفنون والأشغال اليدوية في مدينة إعزاز شمالي حلب. بمناسبة يوم العالمي للإعاقة أقمنا معرض، المعرض فيه رسومات بتعبر عن ذوي الإعاقة، عن المصابين الحرب، يعني بتعبر عن إن إحنا كأشخاص مصابين أو إعاقات خلقية، وفي عنا رسومات إنه أشغال يدوية لأطفال معاقين، لشباب، لصبايا. إن قادرين، متميزين، عندهم الإمكانيات، عندهم الطموح، بحتاجوا فرصة. حبينا نسلط الضوء عند الجهات المعنية لتكون أكثر إلماماً وأكثر خدمة لهي الفئة. دعم فئة ذوي الهمم في مختلف المجالات العملية هو أحد أهم الأهداف في هذا المعرض،
ويسعى القائمون عليه لإبقاء قضية أصحاب الاحتياجات الخاصة تحت الضوء. لقينا مساحة أنه يكون في نهار نحتفل فيه أو نعطيه ونركز عليه أكثر لموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة. فنحن نشكر كثير جمعية ذوي الهمم، نشكر جميع القائمين على هذا، على هي المواضيع أو هي الاحتياجات، لأنه فعلا صار في عنا جيش من المعاقين أو المحتاجين، وعلى الأغلب هي كلها بتكون نتيجة الحرب والظروف والدمار وما شابه. أكثر من 1.5 مليون أصيبوا بإعاقات مختلفة في سوريا منذ 11 عاما بحسب إحصائية للأمم المتحدة، يتوزعون في سوريا وخارجها، وهذا العدد الكبير قد يحتاج إلى المزيد من الدعم من كل فئات المجتمع ليحصل ذوي الهمم على كافة حقوقهم. رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أنباء انضمامه لنادي النصر السعودي بكلمتين قائلا: غير صحيح. نفي الدون جاء بعد تقارير نشرتها صحيفة ماركا الإسباني وتحدثت فيها عن اتفاق وشيك بين إدارة نادي النصر المنافس في الدوري السعودي وكريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف بقيمة 200 مليون يورو للموسم الواحد، بما في ذلك الراتب وعقود الإعلانات. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني على ptodaytv.net. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.